تسوقي بيه. اهلا. طب بتهيألي انا اسيبكم عشان تعرفوا تتفاهموا، مش كده؟ وهو كذلك. عن اذنكم. فرصة سعيدة يا نسيان. باي باي. اتفضلي يا منى، اقعدي عشان نتفاهم. مفيش تفاهم قبل ما محمد وحسن ومزيكا يطلعوا من الحبس. محمد وحسن ومزيكا يطلعوا من الحبس، ماشي. ثانية، المسرح يفضل زي ما هو. في دي بقى لا. يبقى مفيش تفاهم. اسمعي يا منى، أنا مديون بنص مليون جنيه، وما صدقت اتلميت على الأرض دي عشان أسدد ديوني وأعيش بقية عمري. في مليون طريقة تسدد بيها ديونك، لكن بيع المسرح لا. ده آخر كلام؟ أيوه. وإذا ما وافقتش على كلامك يبقى حمش كده. ده انت جايه بايعه بقى. ابيع انا؟ اشتري انت يا شوقي بيه. موافق. والجواز يتم بعد الافتتاح. موافق، بس بشرط. ايه هو؟ انت ومامتك تقعدوا هنا في الفيلا من النهارده. ازاي؟ وانت؟ اقعد معاكم طبعا. مرفوض طبعا. خلاص، اقعد في لوكاندا لحد يوم الافتتاح. موافقه. والبروفات؟ السواق هيوديك ويجيبك بالعربيه. اهلا محمد. انت ايه اللي جابك هنا؟ مش عارف ايه اللي جابني هنا. ايه هو اللي عرفه؟ اللي جابوك هنا ما قالولكش اني اتخطبت لشوقي؟ ايه تقوليها بالبساطة دي يا منى؟ الفيلا والعربية غيروا مبادئك؟ الحياة والحب والكفاح اللي كنت بتتكلمي عنه خلاص؟ محمد افهمني، مكانك في المسرح زي ما هو. مسرح ايه وبتاع ايه؟ أنا عشانك اتنزلت عن كل حاجة. كمل ممكن أغني في الكبريهات واتقي شر الفقر والجوع. قول عشان نفسك، انت عارف كويس قوي ان الغنى في الكبريهات ده عمره ما كان هيفيدك، عشان كده خدتني سلم نطلع سوا. خلاصي. ويكون في علمك لا انت ولا المسرح بتاعك بقيتوا تلزموني. محمد، محمد ممكن اعمل اي حاجه عشانها،
لكن باعتني، باعتني برخص. اسمعي اسمعي دي. باعوني برخص تمن وانا برضو شاريهم، وباعوا قلبي بتمن الله يجازيهم، الله يجازيهم. انساها يا محمد، انساها يا محمد. انا عايز انام. محمد بعون برخص تمن ولا حمادة. اسحبي مش عارفة مين بيخبي. فين محمد يا شفر؟ ولاش عرفني؟ محمد موجود هنا واحنا عندنا معلومات بكل حاجة، ورجلك هتيجي في التحقيق. ايه معلوماتك عن الفراخ المجمدة؟ لازم تفهمي ان احنا بتوع الامن. امن؟ ايوه الامن الغنائي. فين محمد؟ ولاش عرفني؟ محمد استني يا استاذ حسن. استاذ حسن افندم. نعم شطبنا خلاص، محمد هيشتغل معايا. انا عاوز اسمع اقواله منه هو بنفسه. ايوه بسم الله. محمد شوف فيلسوف عصر ده بيقول ايه. في ايه يا حسن؟ يلا تعالى اوام يلا. على فين؟ ما انتش عارف على فين؟ على البروفات، على المسرح، في افتتاح يوم الخميس يا استاذ ولا انت ناسي؟ الموضوع ده انا نسيته خلاص. ازاي اشتغل معاها وتشتغل معايا؟ انا كل اللي عملته كان عشانها، لكن دلوقتي بقى بينا صورة عالية قوي.